Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, la famille, qu'on fait une vidéo sur la chaîne YouTube d'Ali. Ou Riren. Tijet. Tijet. Elle est tijet. Mais j'ai juste ça y est, bon, là, qu'il y a un peu de temps. 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 Qu'il y مارتش غادي ندير لكم بيتيت فيديو بريزونطاسيون باش ما نجيش ندخل هكا في لاشين ولكن فكرت وقلت شنو غادي ندير لكم بالضبط في لا بريزونطاسيون غادي نقول لكم سميتي ساره و جو سوي جورناليست و انيماتريس راديو دونك شنو نقدر نقول لكم اكثر من هادشي في توت اون فيديو دونك قررت اني ندير لكم في البدايه ديال اون فيديو اللي نتوما طلبتوها ليا بزاف في انستغرام اللي هي كيفاش قدرت انني نتهنى من طيح ديال الشعر ديالي اللي كان ديما مقلقني وديما كنشكي عليكم في لي ستوري في انستغرام كنقول لكم راه شعري كيطيح. اليوم غادي نشارك معكم شنو هما الحوايج اللي عطوني نتيجه. اول حاجه خصنا نعرفوا واش الشعر ديالكم كيتساقط من الجذر ديالو اولا كيتهرس، لان فاش كنكونوا كنمشطوا شعرنا وكنلقاو بزاف ديال الشعر في المشطه ديالنا صافي با دير كو الشعر راه كيطيح لينا من لا غاسين، يقدر يكون فاش كنكونوا كنمشطوه كيتهرس. الا كان الشعر ديالنا كيتهرس خصنا نتريتيو الزغبه ديالنا، اما الا كان الشعر كيتساقط من الجذور فهادشي كيعني ان التريتمون خصو يكون من الجذور وممكن انه يكون عنده علاقه بزاف ديال الحوايج. نعرفوا المصدر ديال التساقط ديال الشعر ديالنا، ما يمكنش لنا نسمعوا ان شي واحد مابقاش كيطيح له شعره واستعمل واحد برودوي اكس ونمشيو حنا نشريوه ونستعملوه، لا مايمكنش، لان الشعر ديالنا ماشي بحال فحال، الماكله ديالنا ماشي بحال فحال، والداس ديالنا ماشي بحال فحال. اذا اول حاجه فاش كيكون كيطيح لنا شعرنا ما خصناش نفكروا بزاف، اول حاجه خصنا نديروها هو اننا خصنا نمشيو نديرو دي زاناليز باش نعرفوا واش حنا عندنا شي نقص شي فيتامين، و الى لقينا عندنا نقص شي فيتامين مباشره غادي نمشيو الطبيب ديالنا غادي يقول لنا شنو هو هذا الفيتامين اللي خصنا ناخذو وغنمشيو ناخذو وغيتحل لنا المشكل وغنديرنا لي زاناليز وعرفنا بانه ما عندنا حتى شي نقص فيتامين. هنا غادي خصنا نراقبوا الماكله ديالنا، الماكله ديالنا خصنا نعرفوا بان هذاك الفاست فود عندها واحد التاثير كبير على البشره ديالنا وعلى الشعر ديالنا خصوصا الناس اللي كياكلوا بزاف في الزنقه هادشي كيبان ليهم على الشعر ديالهم. دونك نراقبوا التغذيه ديالنا، نحاولوا ما امكن ان نكثروا من الخضر والفواكه، واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه هي اننا نشربوا الماء، لان الماء عن تجربه فاش بقيت كنشرب الماء بزاف وقعوا بزاف ديال التغيرات في الشعر ديالي في الصحه ديالي وحتى في لابو ديالي. ثالث حاجه واللي حتى هي مهمه بزاف فاش كيكون عندنا تساقط ديال الشعر خصنا نراجعوا لي برودوي اللي كنستعملوا شعرنا، يعني الشعر ديالنا كيكون مريض فاش كيكون كيتساقط راه بحال الداسه ديالنا، الشعر ديالنا خصنا نعرفوا شنو كناكلوا، الا ما تهليناش فيه راه غادي يتبان. الا كيطيح لك شعرك بزاف وما عندكش مشكل ديال في الفيتامين وما عندكش مشكل ديال التغذيه فعرفي انك المشكل في لي برودوي اللي كتستعملي، غيكونوا فيهم بزاف ديال السيليكون بزاف ديال البارابين لائحه طويله ديال بزاف ديال المكونات اللي انا وليت كنحاول نبعد عليهم بشويه بشويه وهادشي غتشوفوه معايا في دي فيديو جاي. في الشامبوان ما كيحتاجش انه يكون فيه سيليكون، حنا الشامبوان ما كنتسناوش منه انه يرطب لنا شعرنا، كنتسناو منه فقط انه يغسل لنا، الا كان فيه سيليكون هادشي غير كيخرج لك على الشعر ديالك. حاولي ما انك تمشي لدي شامبوان اللي يكونوا نقيين ولا كومبوزيسيون ديالهم نقيه. ثاني حاجه لو برودوي ديال ديميلور او لي ديميلون حاولي ما امكن انك تبعدي عليه لانه هو عباره عن سيليكون، الخدمه ديالو هو انه يشد لك الزغبه ديالك يوهمك بانها رطبه وانها انسيابيه وبانها راها بريانت وبانها راها زوينه وانت كتقولي واو لو برودوي رد لي شعري واعر، الوغ كو لا هو كيشد لك الزغبه ديالك كيغلفها لك بواحد الغلاف ديال السيليكون وكيوهمك انت بانها رطبه ومزيانه. شنو كيوقع؟ افورس ما كتبقى كدير لها سيليكون 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 كتخنق وما كتبقاش تنفس وكطيح. ما ديريش لا ترانزيسيون القاصحه لشعرك، يعني ما تكونيش انت مولفه ليه لي برودوي قاصحين وما بين اللي تنوضحها تمشي ديري ان برودوي لي 100% بيو، لا. الطريقه ديالي انايا حاولت اني كل مره نقص مكون من الشامبوان ديالي، يعني هاد المره يكون فيه مثلا سيليكون ولكن ما يكونش فيه مثلا شو سميتو البارابين، عندنا بزاف ديال لي مارك كاين بزاف ديال لي برودوي بيو، فهم شي بيو مي لا كومبوزيسيون ديالهم كتكون شويه خفيفه ونبقى غاده بشويه 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 وانا جو شونج لي برودوي حتى نوصل ونعود شعري بشويه بشويه بحال ام بيبي ونوصلو لذاك لو برودوي اللي غادي يكون 100% طبيعي. اخر حاجه غادي نقول لكم في هذا الجزء الاول هو انكم حاولوا ما امكن انكم تغذيو الشعر ديالكم بالوصفات الطبيعيه، خليو هادوك لي سوان كاملين اللي كنمشيو كنديرو عند لي كوافور ليسان سوان نوريسان سوان هيدراتان سوان هادشي كامل
تخربيق. انا غندير لكم فيديو ابا اللي نهضر لكم فيها على هاد لي ليساج بريزيليان كوريان انديان هادشي كامل غادي نرجع نهضر لكم عليه من بعد. ما كاينش محسن انكم ديروا داكشي من لا كويزين ديالكم. شاركت معكم بزاف ديال الوصفات وفي انستغرام وغنرجع ان شاء الله نشارك معكم بلوز اون ديتاي هنايا في يوتيوب. الله يجي عليكم ديروا غير الزويته بلديه لشعركم وما تجيوش تغسلوه هكاك. غديوه عطوه لو ماكسيموم ديال ليدغاتاسيون ديال عندنا تبارك الله زيوت عندنا غير هما هنايا في المغرب. واهم حاجه ان الزيت يكون طبيعي ويكون بيو ونخلي واحد ساعه حتى ساعتين ونغسلوه. هادو كانوا بعد النصائح اللي استفدت منهم انا واللي بغيتكم حتى نتوما تستافدوا منهم. ودابا غادي ندوزو انا اول حاجه درتها هو انني مشيت درت واحد لاناليز ولقيت عندي نقص في الحديد. شنو درت؟ درت اوكور ديال الحديد. ما غاديش نقول لكم وقف لي تساقط الشعر بصفه نهائيه ولكن لاحظت الفرق مع هذيك. من بعد تكونسنتريت مزيان مع الوصفات الطبيعيه وحاولت ما امكن انني ندير واحد لا روتين طبيعيه اللي نبقى نديرها ضروري جوج المرات في الاسبوع. هذا الروتين ديال الوصفات الطبيعيه هي كانت زيوت ودي بودر. اتقولي اين بودر؟ نقول لكم لي بودر ايورفيديك او لي بودر انديان اللي غادي لكم عليهم فيديو بوحدها باش نهضر لكم عليهم بلوز اون ديتاي. ولكن دابا غادي نوريهم لكم وكنحاول ما نكثرش على شعري. اون سول غوتي اللي كنبقى كنت تبعتها واحد 3 شهور لان الشعر ديالنا كيتعود على بعض المكونات فيمكن ما يبقاوش يعطيو ليه في هذا الشيء. علاش انا كنبدل لا غوتين ديالي كل بالنسبه لي بودر ايورفيديك اللي كندير شعري واللي واضبت عليهم اللي لقيت عليهم نتيجه زوينه بزاف واللي كنديرهم غير لا غاسين ديالي هما لا بودر دو شيكاكاي لا بودر داملا ولا بودر دو براهمي. هاد لي بودر ما نفصلش لكم فيهم بزاف دابا ولكن جاي واحد لا فيديو اللي غادي نهضر لكم بلوز اون ديتاي على كل بودر ومع اين لا بودر كتجي وانت خصك دير كل وحده فيهم ومع اين زيت خصك تخلط. دابا باش ما نطولش عليكم في لا فيديو غنوريكم غير اشنو كنستعمل ومازال جاي دوطخ فيديو اللي غادي نهضر لكم فيهم بلوز اون ديتاي على لي بودر. بالنسبه لي زوي اللي كنستعمل لا غاسين ديال الشعر ديالي فهما لويل دو ريسا لويل دو موتارد لويل دو شانفر. بالنسبه للونغور ولا الاطراف ديال شعري فكنحاول اني ما نكثرش عليهم لان الزغبه ديالي رقيقه والزغبه فاش كتكون رقيقه الا كثرتو عليها لي زويل في دقه مثلا ودرتو عليها بزاف ديال الضغط فتقدر تجيب نتيجه عكسيه. جالتيرن ما بين لويل دافوكا لويل دو ماكاداميا لويل دو جوجوبا واهم وحده اللي ما عنديش دابا اللي تقادات ليا مالوغوزمون اللي هي لويل دو كوكو. هذيك لويل دو كوكو نورمالمون ما كتخطانيش ولكن دابا مع الكونفينمون ما عندنا ما ندير. هادو هما لي برودوي اللي استعملت برينسيبالمون في 3 شهور الاولى وعطاوني واحد لافي زوين بزاف غادي نهضر لكم عليه في دي فيديو جايين. ما بغيتش نطول هاد لا فيديو هادي سورتو انا لا بروميير فيديو. واحد الزيت ليا مهمه بزاف اللي كنستعملها لوجهي وكنستعملها شعري ولكن كنستعملها غير الاطراف ديال الشعر لان سي اون ويل بريسيوز بور مو وما كنبغيش صراحه نضيعها في شعري كامل كنديرها غير في لي بوينت. كان عندي مشكل ديال لي بوينت وما بقاش عندي والحمد لله غير بهذيك الزيت ديال الارغان. ارغان بيو 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 كنشوف بزاف ديال لي برودوي اللي كاينين يكونوا ماشي بيو كيكونوا بواحد الثمن. الوغ الثمن ديال زيت ارغان بيو وبريسي افرو كيكون الثمن ديالو ما بين 100-150 درهم. يعني ما كنظنش 100 ml ما كنظنش ان تاخذوا قرعه فيها 100 ml ب 50 درهم اولا ب 40 درهم وتظنوا بانه راه لاغون نيت ديال بصح. دونك هذه من خلال التجربه ديالي انني كنحماق على ديك الزيت وخديت فيها بزاف ديال لي ما. اهم حاجه هو ان الويل دارك سواء لوجهكم سواء الشعر ديالكم خصو يكون بيو وبريسي افرو. دونك دابا نقدر نقول لكم بلي الحمد لله شعري ما بقاش كيطيح ليا ماشي نهائيا لان طبيعي جدا ان شعرنا يطيح والشعر ديالنا راه كيطيح ما بين 100 حتى 150 زغبه في النهار. هذه الطيحه طبيعيه معنا العرقه لا بجو ما عندهاش علاقه بالصحه ديالنا. من الطبيعي جدا واخا يكون عندك شعر صحي جدا واعر غادي يطيح لك ما بين 100 و150 بعض المرات حتى 200 زغبه في النهار في الحالات الطبيعيه. كتبان لينا راها كثيره ولكن راها ماشي كثيره لان كاين الناس اللي كيكون عندهم ان بروبليم وشعرهم كيطيح ليهم حتى 400-500 زغبه في النهار. اخر نصيحه نعطيها لكم شربوا الماء بزاف
شربوا الماء بزاف لو كور ديالكم الشعر ديالكم لا بو ديالكم غتقول لكم ميرسي لان ما كاينش احسن من ليدغاتاسيون من لانتيرن شربوا الماء شربوا الماء شربوا الماء قبل ما نسالي هاد لا فيديو بغيت نعطيكم ان بوتي كونساي لي تبقاو ديروا حاولوا ما امكن انكم تبقاو ديروا دي ماساج في الليل احسن حاجه هو ان يجي شي واحد اللي يدير لكم ماساج غادي تنعسوا وغادي ترخاو وغيمشي لكم ستريس وغادي ترتاحوا ومنها لا سيركولاسيون ديال الدم ديالكم غادي تجري الا ما كانش حداكم حتى شي واحد نحاولوا ما امكن ان نديروا واحد الماساج من دقيقه حتى ربعه ديال الدقائق وبشويه علينا ماشي نديروا هكا 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 لا غير بشويه علينا غادي نحبس من بلا بلا طاش وغادي نقول لكم الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي دي بوس بلو باش نعرف انها عجبتكم ان نتشجعوني ندير لكم دوطخ فيديو وما تنساوش تبعوني في لو كونط انستغرام ديالي حيت كنشارك معكم فيه بزاف ديال الحوايج كنشارك معكم فيه لو كوتيديان ديالي دابا بصح 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 غادي نقول لكم السلام عليكم تهلاو فراسكم ونتلاقاكم في فيديو جايه باي باي.